لريال مدريد، وحتى الآن المباراة الثانية والعشرين على التوالي لا يخسر الفريق الملكي. كرة من ضربة ركنية بالراس خطيرة وتبعد في آخر لحظة، المدافع ابعاد في التوقيت المناسب، ولعلها الفرصة الأخطر ربما لأتلتيكو مدريد في مباراة هذا المساء. هذه الكرة من ضربة ركنية عالية وفي المكان، وجودين لاعب الأوروغواي لكن اللي أبعدها أعتقد لوكا مودريتش. نعم لوكا مودريتش شال هدف محقق 100% طبعا في الكرة الماضية لوكا مودريتش، لأنه يتخطى